بسم الله الرحمن الرحيم. تم اليوم بتاريخ 30 سبتمبر 2018 الانتهاء وإنجاز مشروع العريمي بوليفارد في الوقت المحدد الذي أعلن عنه سابقا، والمركز التجاري الآن هو تحت التجربة التشغيلية إلى ما قبل نهاية هذا العام إن شاء الله، وكذلك يتمكن المستأجرين من عمل ديكوراتهم الداخلية وإنهائها في نهاية العام، وفي ذلك الوقت سيتم افتتاحها للجمهور. هذا المركز تم بناءه خلال فترة سنتين، وهي فترة قياسية بمساحة إجمالية نهائية بلغت 187 ألف متر مربع، به ما يقارب 210 متجر وأكثر من 40 مطعم ومقهى. يحتوي على أكبر نافورة مائية نارية في الشرق الأوسط والأولى من نوعها التي اطلع عليها الأخوة الإعلاميين في الموقع ذاته. المركز تم بناءه وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية من قبل المكتب العربي للهندسة بالتعاون مع شركة ديزاين انترناشنال وشركة كيوسس. ما يميز هذا المشروع هي الخدمات الفريدة التي يقدمها، متمثلة في التطبيق الإلكتروني الذي سيتم تدشينه اليوم، وكذلك مجموعة من الامتيازات الأخرى الأولى من نوعها في السلطنة. على سبيل المثال، التنقل داخل المول يتم عن طريق سيارة أجرة لكبار السن، عندك خدمة توصيل المشتريات إلى السيارة كي لا يتحملها الشخص، عندك مخازن مخصصة لشنط المسافرين الذين يأتون للسلطنة كترانزيت، سيكون وجهة سياحية وإقليمية ومحلية للزائر والمقيم. طيب يا شيخ، رأيك يعني كم عدد الزائرين يوميا للمجمع، وهل هناك علامات تجارية جديدة تدخل السلطنة لأول مرة؟
نعم، هو الفوتفول السنوي لهذا المشروع متوقع أن يصل إلى 8 ملايين شخص. تم إيجاد مجموعة من المحلات التي ستكون الأولى من نوعها في السلطنة، منها على سبيل المثال جاليتوز، بليتس، مالينار، كاكاو لايف، لا توجد في أي مركز تجاري آخر، بالإضافة إلى العديد من الماركات الأخرى. وماذا بالنسبة لعملية الترفيه للأطفال؟ عملية الترفيه للأطفال ستكون الأكبر من نوعها في السلطنة بالخيارات المتعددة، متمثلة في ترامبولين بارك، متمثلة في فيرتشوال رياليتي بارك، ألعاب الواقع الافتراضي لا توجد في أي مركز في سلطنة عمان تاريخ اليوم. عندك سينوبوليس سينما 10 شاشات، عندك إكستريم زون لشركة العثيم، أكبر فاميلي إنترتينمنت سنتر تبنى في مسقط. بالنسبة للفرص وبنيت في مسقط. الفرص الوظائف اللي يوفرها. نعم، يجب أن نعلم أن قطاع التجزئة في سلطنة عمان يوظف ما يقارب 180 ألف شخص. نصيب العمانيين منه هو 12%، وبالتالي هو قطاع حيوي مهم جدا. وبداية نجاح أي شركة أو مؤسسة وطنية عمانية في قطاع التجزئة لابد أن تكون مبنية على خبرة يكتسبها الفرد من خلال عمله في قطاع التجزئة. فهذا المشروع يوفر 3000 وظيفة، 1800 وظيفة مباشرة و1200 وظيفة غير مباشرة. ماذا عن نسبة التشغيلية للمول التجاري؟ الآن نسبة التأجير وصلت إلى 80%، وهي في زيادة الحمد لله يوم عن يوم. ومع تدشين هذا المشروع اليوم والإعلان عن إنجازه سيكون واقع يتقبلها الجميع أن هذا العريمي من العريمي بولفارد أنجز، وبالتالي نتوقع أن تصل النسبة إلى 95% خلال شهر أو شهرين إن شاء الله. والله العريمي بوليفارد كانت له مبادرة هي الأولى من نوعها عن طريق تواصل مع الهيئة العامة لشركات صغيرة والمتوسطة الريادة. تم الالتقاء مع ما يقارب من 100 شخص لديهم برامج تجارية لتفعيلها. تم إعطاء نسبة لا بأس بها من هؤلاء 100 لتكون لهم موطأ قدم في العريمي بوليفارد. نعم، من ضمن المشاريع اللي نراها الآن مشاريع العريمي هو المشروع الذي قبل بيت البركة، تحدثنا نبدأ عن هذا. نعم، هذا الستريب مول منومة بلازا تم بناءه خلال عام الانتهاء منه. عندنا كارفور كإكسبرس كأحد المستأجرين المهمين في ذلك المكان. هو أول ستريب مول يبنى في سلطنة عمان بهذا النظام وبهذه الآلية والكيفية، ومشروع مصغر نوعا ما عما أن العريمي بوليفارد. أهمية هذا المشروع بالنسبة للقطاع السياحي وسياحة التسوق في السلطنة إلى أي مدى؟ هذه النوعية من المشاريع اللي دعم القطاع السياحي في السلطنة. هذه المشاريع مهمة جدا، وهي تعمل يدا بيد مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتطويرها على مدى السنوات القادمة. الزائر اليوم عندما يأتي إلى أي بلد تهمه المعالم التاريخية، تهمه ما يقدم هذا البلد من تنوع جغرافي بالإضافة إلى ما يوفره من ثقافة متأصلة في التاريخ، وكذلك أحب أن يطلع على المراكز التجارية التي يذهب ليتسوق، بحيث أن تصبح البلد بحد ذاتها وجهة للتسوق، وليس فقط للتسوق ولكن التسوق والترفيه وتناول المأكولات المتنوعة والمتميزة المختلفة. فأخذنا في عين الاعتبار أن يكون العريمي بوليفارد أحد أهم الوجهات السياحية للزائر الذي يرغب في زيارة السلطنة للتسوق والترفيه. إن شاء الله سيتم الانتهاء من هذاك المشروع قبل عام 2020، ونقول أن العريمي بوليفارد أنجز والعريمي هو قادم والله ولي التوفيق. إن شاء الله. شيخ رائد، هل في نية لتطوير مجمع العريمي؟ والله هناك نية للتطوير دائما، ولكن هناك في ذات الوقت تحديات ومحدودية فيما تستطيع تطويره نظرا لحجم المساحة، الأرض، المداخل إلى آخره، ولكن هناك دائما نية لتطوير كافة مشاريعنا التي نفذت من عام 1974 إلى تاريخ اليوم. الله يعافيك.